السلام عليكم خواتاتي خوتي، فيديو جديد مع تشيوات صفاء. اليوم ان شاء الله جبت لكم اكلة هكا بالبطاطا، كتجي رائعة في الفرن. كما ولفتكم هكا اطباق غدا او عشاء فكم ما بغيتو ديروها، المهم انها كتجي لذيذة وناجحة. هادشي ما غادي نقول لكم، تبعوا معايا. اول حاجة شنو غادي نديرو؟ غادي تاخدو البطاطا، عندي هنا 500 غرام ديال البطاطا، يعني درت نص كيلو، قطعتها وسلقتها في الماء والملح حتى طيب، حتى ديروا الموز تلقاوها طايبه. نخليوها على جانب، نمشيو نشدو مقله ونديروا فيها واحد 3 معالق نتاع الزيت. غادي نشحروا شويه الخضره ديالنا وغادي نمشيو خطوه بخطوه. خديت هنا بصله وفلفله كبيره وبصله كبيره، شلطتهم قطعتهم هكا مربعات كما راكو تشوفوا، وغادي نشحرهم في هذيك الزيت. ندير شويه ديال الملح اللي كيبقى حسب الذوق. هادي حشوه غادي نعمروا بها البطاطا لداخل، كتجي جد لذيذه. غادي ندير واحد ربع ملعقه صغيره تاع الابزار او الفلفل الاسود، نحركو مزيان حتى يتشحروا معايا. ندير واحد جوج سنان في نتاع الثوم محكوكين وحنا كنقليو. وغادي عندي هنايا دنجال الابرانيه، درت واحد الحبه نتاع البرانيه صغيره قطعتها مربعات كما راكو تشوفوا، وتا هي غادي نقليها. هاد البرانيه كتعطي لنا طعم مختلف. اليوم درنا شويه تغيير في الحشوه ديالنا كما كتشوفوا، حنا كنشحروا مزيان مزيان. غادي نضيف الصدر نتاع الدجاج مقطع، الكميه اللي بغيتو واي حاجه بغيتوها، يعني تقدو تعوضوه من اللحم المفروم، شامبينيون، يعني الطون، اي حاجه بغيتوها، المهم حنا الفكره اللي تكون عندنا. غادي نشحر كل شيء مزيان مع بعضياته ونعطيه الوقت في الطياب حنا كنحركو فيه. عندي معلقه صغيره نتاع الخرقوم او الكركم ومعلقه صغيره نتاع الفلفل الاحمر، نخلطوا هادشي مزيان مع بعضياته بهذا الشكل هذا. نمشيو للبطاطا ديالنا وهي سخونه، ضروري تكون سخونه، نضيفوا عليها كاس صغير ديال الحليب يكون سخون. يلا 500 غرام تاع بطاطا حاميه، نزيدوا عليها كاس صغير نتاع الحليب حامي، نزيدوا عليها شويه نتاع الليم المصير الى عندكم، وبيضه. ياكو تبعتوا معايا، الا ما درتوها شويه سخونه ما غاديش كاع تربز لكم. وديروا شويه نتاع الابزار وربزوهم مزيان مزيان مع بعضياتهم حتى تربز لنا الحشوه ديالنا كما راكو تشوفوا راها واجده. ناخذوا صينيه اللي تدخل الفران، دهنوها مزيان بالزبده باش ديك البطاطا ما تلصقناش، دهنوها بكميه مزيانه نتاع الزبده ولا الزيت الا ما عندكمش الزبده، ماشي شي حاجه ضروريه. غادي ندير نصف كميه نتاع البطاطا اللي ربزتها اللي خلطنا معها دوك المقادير كما تبعتوا معايا. غادي ندير نصف الكميه، انا درت على حسابي، يعني صينيه على حساب 3 ديال الاشخاص ولا حتى 4، يعني راه يدير لنا تبارك الله. وانتم شوفوا الا كانت هكا عائله ولا كثروا، ديروا كيلو ديال البطاطا ديروا صينيه كبيره. ملي درت هكا البطاطا فرشتها، غادي ندير الحشوه من الفوق في الوسط، يعني الحشوه رائحه طالعه رائعه جدا، نديروها ونوزعوها على البطاطا بهذا الشكل. وغادي نكملو نغطيو البطاطا ديالنا اللي مربوزه الخضر اللي بقات لنا. فهاد الاكله ما غادي نحتاجو لها بلا والو، غادي نخليوها هكا وغادي تكون من ألد ما يكون، يعني ديوها من عندي كما مولفتكم وصفات ديما مجربه. ملي سقدت هذيك البطاطا كاع غطيت بها الحشوه، غادي ندير الجبن او الفرماج نديرها على الوجه ديالها. هنا درت الفران ديالي سخون، غادي ندخلها تاخذ لي 10 دقائق حتى 15 دقيقه الفوق، غير باش ديك البطاطا تشرب لي البنه نتاع الحشوه، ونديروها لتحت وتحمر وتولي لنا في هذه النتيجه الرائعه جدا. ومن تقطعوها تقطعوها كما بغيتو، ما غادي لا تزلع لكم لا تخربق، كتقطع زوينه بزاف بزاف. غادي نقطع لكم مورسو. الى عجبكم الفيديو البنات ما تنساونيش ديروا لايك، وتعليقات ديالكم كنتظرها، واللي ما جاوبتهاش تسمح لي، حيت شحال مره ما كيوصلونيش التعليقات ديالكم في الوقت. خواتاتي اللي ما شاركتش في القناه تشارك فيها، تهلاو في ريسانكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع شيوات صفاء. الى اللقاء.